عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم في هذا الفيديو الجديد، والذي نتكلم فيه عن سهم وفرة في السوق السعودي رقمه 2100-2100، رقم السهم على المنصة. سعر السهم في آخر إغلاق يوم 19/8/2021 الخميس كان 163 ريال سعودي و40 هللة. الآن بالنسبة للتوزيعات الأرباح، آخر توزيع الأرباح للأسف كان سنة 2014، بعد ذلك لم توزع الشركة أرباح. بالنسبة لخسارات النصف الأول من العام 2021 كانت 2.8 مليون ريال سعودي خسارة، بينما كانت الخسارة في النصف الأول من العام 2020 حوالي 650 ألف ريال سعودي خسارة في النصف الأول 2021. طبعا يعني هذه يعني خسائر عن كل عن النصف الاول 2021 عن نصف. طبعا احنا الشركات اللي ما فيها يعني نحكي توزيع عن السنوات الماضيه القليل الماضيه واللي بتحقق خسائر، هذه هناك شركات افضل منها بتعطي نسبه ارباح جيده سنويا، وكل نصف سنه بتوزع ارباح. الشركات اللي بتوزع بشكل نصف سنوي ارباح او اكثر من مرتين في السنه بشكل مستمر، وتكون هذه الارباح يعني 5% أو أكثر من قيمة السهم، هذه هي الشركات التي يعني برأيي الشخصي تستحق أن نستثمر فيها أموالنا. هذا ليس تمثيل من هذا السهم أو من غيره من الأسهم، ولكن هذه البيانات والأرقام اللي بتحكي هنا، هذه لأنها أسهم استثمارية، أنا أتكلم عن أسهم استثمار وليس عن أسهم مضاربة. نتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.